أتى إلى مستشفى كمال عمان أعداد طبعا هذه. طيب بتشوف ايش طلعت المفتي؟ يلا حطه عندك. مو هذا يا عم شايف؟ 50-60% منهم ما بنلحقهم، ما بنلحق يعني نتعامل معهم بالشكل المناسب، لانه برضه بنرجع لقصه فش الشيء المناسب نعطيهم اياه. فش الغذاء المناسب اكثر شيء بنقدر نعطيهم اياه المحلول الملحي او المحلول السكري. استنزفنا الان كل طاقتنا، يعني لو اجتنا كمان حاله مش حنقدر نعمل الا شيء. بليز اوف مش مناسبه. طيب بتشوف ايش طلعت المفتي؟ معلش